كلامك لجروح ما فيني منك نجاة. مستحيل يعني واحد من الجانب هو يطلع لك في المباراة. الشيء الثالث والأخير سعد الحارثي المستوى مندمر مرة ويتغلى على الجمهور. اللاعب ما يرفع إلا جمهوره، لو إنه في نادي ثاني غير جماهير كان سعد الحارثي ولا شيء. لكن أنا أتمنى رسالة سعد الحارثي، احترم جمهورك الله يعطيك العافية، ما شارك إلا جمهورك ولا نادي ثاني غير. أنا أثني على كلام الأخوان في مستوى الحارثي تحديدا. اللاعب يعني إغلاق على أنه في داخل الملعب سيء. أنا أقول برضه سعد إذا بيرجع لابد هو اللي بنفسه يبدأ بنفسه عشان يرجع بنفسه. سعد يعترف أنه مستواه تراجع، وبالتالي المطالبات الجماهيرية له بعودته مطالبات محقة مشروعة. لا ينتقد ويقول خلوني أشارك من بداية المباراة وأخرتها أول خمسة دقائق تتهيأ فرصة أمام الباب، كان بالإمكان نخلص المباراة وننتهي. صراحة أنا مع احترامي الشديد سعد الحارثي كنجم، لكن أنا أقول الضلة الهجومية يا ريان يا السحلاوي صراحة. لكن سعد مع احترامي الشديد لأنه يرجع لمستواه الأول قبل أربع سنوات ثلاث سنوات، أو أنه يجلس على دكة الاحتياط وفيه بديل اللي أفضل منه وأحسن منه مستوى. عندنا بديل السحلاوي، عندنا ريان، عندنا سعيد حمود صغير بالسن ومستواه افضل وافضل وافضل مراحل من سعد الحارثي في الوقت الحالي انا اتكلم. لكن سعد ما يمنع انه نجم كان يفرح الجمهور النصراوي في المدرجات، وانا ما انسى محاسنه، لكن اقول لك سعد الحارثي نجم. لكن مع احترامي الشديد الفتره الحاليه لا والله احنا محتاجين لاعب نبي انتصارات، لاعب ينهي مباريات، ما نبي لاعب يبي يطالب بمشاركه واخرتها يلعب على الواقع. تجيني طعنتي وانت الوفا يا حبيبي.